أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الرد على من يقول الاختلاف في العقيدة سائغ لأن الصحابة اختلفوا في حديث الرؤية؟ كذاب، ما اختلفوا في حديث الرؤية. رؤية الله ما اختلف المسلمون فيها في الآخرة، رؤية الله في الآخرة ما اختلف فيها المسلمون أبدا، ولا اختلفوا أن الله لا يرى في الدنيا. حتى موسى عليه السلام لما طلب الرؤية في الدنيا قال له: لن تراني، فلا يرى في الدنيا، لم يره لا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرى في الدنيا أبدا، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فلم يختلف المسلمون ولله الحمد، لم يختلف أهل السنة والجماعة والصحابة، لم يختلفوا في ثبوت رؤية الله في الجنة يوم القيامة. إنما قال بعضهم إن الرسول رأى ربه ليلة المعراج، وهذا قول غير صحيح، إن الرسول لم يرى ربه، هذه جزئية، ما اختلفوا في الرؤية، أصل الرؤية، إنما اختلفوا في هذه الجزئية فقط. نعم، لكن هذا يريد التلبيس على الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.